ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم طبعا. انا النهاردة عايزة اعمل قراءة سريعة، ولكن هعمل فيها جزء من يعني جزء تعليمي. ليه؟ لان انا بدأت وانتويت الحمد لله ان انا اعمل كورس لتعليم التار. فالنهاردة هعمل لكم قراءة طاقية بواحد من السبريدز او من اللوحات الروحانية اللي احنا هنعرف هي ايه النهاردة بسرعة. مبدئيا اللوحات الروحانية الاساسية، يعني طبعا في لوحات روحانية كتير جدا، في اربع اشكال اساسية للوحات الروحانية او السبريدز، تارو سبريدز، وهي مثلا يعني لوحة الكارت الواحد، ودي اول لوحة هناخدها مع بعض. يعني هي بتبقى بتستخدم للاجابة على سؤال محدد، تمام، او على موقف معين. دي بتبقى للقراءات السريعة، او بنستخدمها لرسائل اليوم مثلا. ففي الحالة دي ممكن نستخدم الوان كارد سبريد، ودي بتبقى عشان المعلومات القصيرة جدا اللي بتحدث مثلا في خلال 24 ساعة. يعني ممكن حد يسأل سؤال على حاجة بتحصل في وقت قصير جدا، مدته ماكسيمم 24 ساعة، ممكن اكتر، حاجة بسيطة يعني. والقراءات اللي من النوع ده بتبقى بتساعد بس على انها تقلل من الضغط في التفكير في حاجات معينة، وبتوصل الواحد لمرحلة من الهدوء والسكينة، لانه بيعرف اجابات سريعة. طيب هنعمل القراءة دي بكروت، المفروض بالتارو طبعا، بس انا عايزة اعمل لكم النهاردة قراءة بالشكرات، كروت الشكرات، وهي كروت الاوراكل العادية يعني. فانا يعني بدون ما ابص كمان، يعني انا غمض عيني، هاخد الكارت ده عشان نشوف الشكرة دي ايه وضعها النهاردة. الشكرة معدول الحمد لله، Angels and Masters، ورقم 33، وهو رقم روحاني من الأرقام يعني الهامة جدا، رقم الماسترز. ويقال إن الأنبياء والرسل مجموع رقمهم الكوني 33، وهو فعلا طالع الرقم هنا للAngels and Masters، يعني للملائكة والماسترز الكبار. وده كارت الشاكرا، شاكرا السول شاكرا او شاكرا الروح. قد كده هو كارت روحاني، وهو مش بيبقى في الشاكرات الجسد، هو بيبقى الشاكرا فوق الشاكرات، يعني فوق الشاكرا السبعة، مكان الشاكرا دي هي بتبقى في الاورا بتاعة الانسان فوق الراس، ودي بتدل على التواصل الروحاني او القوة الروحانية العالية للشخص. فيبدو ان الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده عندهم هذه القدرة. ده بيبقى دي قراءة الكارت الواحد. فاحنا كده الكارت اللي طلع لنا بيقول ان انتوا يا جماعة عندكم قدرات روحانية تعلو او تزيد عن الناس العادية، ودي حاجة كويسة جدا. وفي رسالة تانية برضو بتقول ان انتوا حواليكوا بيحيطكوا وبيساعد على حمايتكوا الملائكة والماسترز الكبار. الماسترز بيبقوا بشر توفوا، ولكن مش بشر عاديين، تمام، يعني اقطاب وناس روحانياتهم كانت عالية جدا، وغالبا كانوا بذور نجوم، ولكن تصاعدوا يعني في مستوياتهم الروحانية وفي البعد اللي هم كانوا فيه في الدنيا، فبقوا ماسترز، تمام. طيب دي بتبقى قراءة الكارت الواحد، تمام. تعالوا بقى نشوف قراءة الكارتين. قراءة الكارتين بتبقى يعني فيها شيء من التفصيل اكتر، اوكي، وبتستخدم في القراءة اللي هي من النوع الرابع، وهي قراءة العشر كروت، او بيسموها قراءة السلتيك كروس او الكلتيك كروس سبريد، اللي هي بتبقى عاملة زي الكروس السلتي او الكلتيك كروس، اللي هو ده من الحضارات الانجل ساكسونز وكده. وهما بيبقوا كارتين واحد فوق التاني، تمام، عشان بتقول ايه اللي بيحصل في حياتك في الوقت الحالي في الحاضر، تمام.
فبنختار مثلا اول كارت اللي هو هنحط ده كده، مش هقلبهم دلوقتي. اوكي، ده الكارت اللي بيدل على حالتك الحالية، وبنحطه فوق الكارت التاني، وده بيقول الحاجات التشالنجز او التحديات اللي بتواجهك. يبقى ده موقفك الحالي، ده التحديات اللي بتتعارض مع موقفك ده. تعالوا نشوف كده موقفك الحالي ودي التحديات. فالكارت ده لو موجود في الكروت معدول نقراه كأنه مقلوب لانه ده التحديات، ولو جاي معدول نقراك يعني سوري لو جه مقلوب نقراه كأنه معدول. تمام، وفي كل الأحوال هو بيبقى الحاجة السيئة اللي بتعوق الشخص عن إنه يستمتع بالوضع الحالي اللي هو فيه. طب تعالوا نشوف إيه الوضع بتاعك. الوضع بتاعك إن أنت بتمر بصحوة روحية أو روحانية، يعني عندك دي شاكرا الأرض، أنت حاسس إن العالم بتاعك كله متزلزل من تحتيك، مش حاسس إنك واقف على أرض صلبة، ولكن بشكل إيجابي. أنت بتمر بمرحلة transformation أو metamorphosis أو rebirth، مرحلة تحول، تحول روحاني، تحول روحاني، وقد تكون مرحلة تحول في حياتك الدنيوية كمان. في يعني شايفين الفراشة هنا دي؟ دي كانت في الشرنقة وخرجت، في تغيير جذري هيحصل في حياتك أو بيحصل في حياتك. فانت حاسس ان كل الثوابت اللي عندك متغيرة. طب ده متعارض مع ايه؟ كارت شاكرا القلب بلاي، واضح ان في حد لعب بقلبك لان الكارت ده جاي معدول، فاحنا هنقراه مقلوب، وده كارت الشاكرا الخضراء شاكرا القلب. فده معناه لما يجي الكارت ده مع مقلوب ان السبب اللي انت فيه ده صدمة عاطفية في المقام الاول، مش بالضرورة عاطفة مع حبيب، ممكن تكون عاطفة مع اهل او اصدقاء كنت بتكن لهم المحبة ولكن صدمت فيهم. انا هكتفي بهذا القدر في اول فيديو، وهنكمل التو سبريدز التانيين والقراءة في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير على طول ان شاء الله، هسجله واشوفكم فيه ان شاء الله على خير. باي باي.